أنا الواحد بيفكر إن الأسبوع ده وإحنا بنخصصه عشان نيجي مع المسيح لهدفين. الأول نشكره إن هو بيحبنا ونقول له أنت بتحبنا وإحنا بنحبك، والتاني إن إحنا نزيد معرفة أيضاً عنه، وده أمر كبير جداً وبيحير الواحد ساعات كتيرة، لأن المسيح نفسه سأل التلاميذ قال لهم أنتوا بتقولوا إيه علينا؟ الناس الأول قال لهم الناس بيقول علي إيه، وبعدين قال لهم أنتم بتقولوا إيه، فهو عاوز يعرف رأي الناس فيه. فبنفس الطريقة أنا إذا كان ربنا يسامحني قلت كده نقعد على ترابيزة معاه مع المسيح وأقول له نفس السؤال، أقول له أنت بتقول إيه عن نفسك؟ زي ما أنت عاوز تعرف رأي الناس ورأي التلاميذ، قول لنا أنت إيه رأيك في نفسك. فرجعت للقديم قبل المسيح ما يتجسد في التلمود، والتلمود ده كتاب عبارة عن زي أقوال بالنسبة لنا إحنا، زي الدسقلية أقوال الرسل، ده أقوال الكهنة بتوع العهد القديم. وطبعا ده كتاب كبير بيتكلم على حاجات كتيرة، بيتكلم على ربنا وإيه هو ربنا ويعرفوه إزاي، بيتكلم على الإنسان وإيه هو الإنسان ويعرفوه إزاي، بيتكلم على التقاضي بين الناس لما يختلفوا، وهكذا أبواب كتيرة جدا. لكن الباب اللي لفت نظري فيه الباب الأخراني، وهو بيتكلم على نهاية العالم، زي ما في الإنجيل في سفر الرؤية بيتكلم على نهاية العالم. فدي الجزء اللي اتذكر فيه كتير جدا عن المسيح وهم مش جريانين. فقال تعاليم ربنا بيخاطب اليهود، قال لهم أنا خلقت كل شيء اتنين ما عدا حاجة واحدة اللي هي الرب إلهك، بيقول لليهود، وده مكتوب عندهم بيعترفوا بيه. قال لهم إن المستقبل الباهر بتاع إسرائيل يتمركز حول شخص المسيح الممسوح من الله ليكون مرحلة جديدة. بعضهم اعتبر حزقية الملك لأنه كان صالح إنه هو المسيح، كتبوا إن إرسال مخلص كانت في فكر الله من قبل إنشاء العالم، لأنه خلق سبع حاجات قبل ما يكون العالم، والسبع حاجات دي هي كالآتي: التوراة، تاني حاجة التوبة، توبة الإنسان، ثالث حاجة الفردوس. وكلمة فردوس ده هي بالمناسبة احنا بنقولها كده يعني من غير ما نعي معناها، دي كلمة فارسي من اللغة الفارسية، ومعناها جنينة، حديقة في قصر الملك، ملك كبير عنده قصر ودي الجنينة بتاعته اسمها الفردوس. رابع حاجة الجحيم، خامس حاجة عرش المجد، سادس حاجة التمبل أو المعبد اليهودي، سابع حاجة وهي اللي صحيح بتلفت نظر البني آدم اللي هي المسيح، اللي هي المسيح المخلص اللي جاي. يقول ده كله اتعمل من قبل إنشاء العالم، سموه ابن داود، بعدين أخد اسم غريب من بعض الربايز الكبار سموه ابن يوسف، وهم مش عارفين هم بيقصدوا يوسف ابن يعقوب، لكن احنا شفنا ان هو ابن يوسف اللي هو خطيب مريم او زوج مريم. سموه المسيح الذي طعنوه، امور مكتوبه لكن مش عارفين هم تفسيرها ايه، لغايه لما جه المسيح ووريها لنا. الهيكل الجديد، النبوات بتاعتهم عن الهيكل الجديد ليست له نفس القيمة بتاعة الهيكل القديم. ليه؟ لأن الخطية قد محيت من العالم، وإحنا عارفين لغاية النهاردة الخطية ما محيتش، لكن دي كانت نبوة على إن المسيح هيشيل الخطايا. وبعدين الجزء الثاني اللي قالوا لا لزوم للتكفير عنها بدم الذبائح،
يعني الأمور اللي المسيح نفذها كلها مكتوبة في بواسطة الربايز اليهود القدام. النهاردة أنتوا عارفين بنسميه أربع أيوب. أنا مش هتكلم كتير على سفر أيوب، لكن هديلكم ملخص في ثلاث أربع أسطر. أيوب قال طبعا دخل في نقاش كتير، وكل واحد من أصحابه يقول له حاجة وهو يرد عليه، ثلاثة من أصدقائه، وبعدين الرابع كان أصغر واحد فيهم لكن كان أكتر واحد في الفلسفة فيهم. قال لهم: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد فناء جلدي وبدون جسدي أرى الله. دي خبرة اللي هو اتعلمها، بدون جسده صير الله. بعدين قال لهم حاجة لذيذة جدا، قال لهم: الكلام الجيد للأذن مثل الطعام الجيد للفم. يعني انتوا سممتوا حياتي بالكلام اللي عمالين تقولوه وتوبخوني وانا خاطي وانا غلطان، خلي عندكم شيء من الرحمة. وده يوري لنا قيمة الكلمة الحلوة من إنسان لإنسان. في الآخر قال لهم: بسمع الأذن سمعت عنك، هو بيناجي ربنا، والآن رأتك عيني. ربنا غضب عليهم طبعا على الثلاثة اللي فضلوا يوبخوه باستمرار، وقال لهم يروحوا يقدموا ذبايح عن نفسهم ويخلوا أيوب يصلي عنهم. لما أنا حاولت أطلب من سيدي المسيح إن هو يعلمني، قلت له: قول لي أنت بتقول إيه عن نفسك. فلقيت في حاجات كتير جدا. قال: أنا أزلي وأبدي، أنا هو الحياة ومعطي الحياة، حاضر في كل مكان وزمان، أنا غافر خطاياك، أنا أعرف أسرارك، أنا الديان، بيدي سلطان الحياة والموت، معصوم من الخطأ، أنا رب الشريعة، قادر على كل شيء، ثابت ولا أتغير، مساوي للآب في الجوهر، في المعرفة وفي الكرامة. المسيح عمل كل أعمال الله، القوة على الخلق، قوة حفظ الأشياء، صنع المعجزات. قال: أنا اللي لي سلطان على الإنسان، على الحيوان، على النبات، على الجماد، وحتى على عالم الأرواح. فقلت ده كتير يا رب، يعني إحنا هنقدر نتكلم في إيه ولا إيه؟ دي أمور كتيرة طبعاً تشمل الإنجيل من الجلدة للجلدة. فأنا قلت هحاول أشوف واحدة أو اثنين أو ثلاثة من دول هم ونتوسع فيهم شوية. لما المسيح سأل الناس، أنتوا عارفين، سأل التلاميذ، الجواب كان إيه؟ بطرس قال له إيه؟ أنت هو المسيح ابن الله، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. في ناس كتير بتفهم الآية ده هي غلط. الصخرة ده هي إيه؟ أفن؟ نو. اللي فسر الحتة دي كويس قوي، وانا هجيب لكم قديسين من عصرنا احنا عارفينهم، الأنبا يؤنس، ربنا ينايح نفسه، أسقف الغربية، كتب كتير جدا عن المسيح ذاته وعن الإيمان به. بيقول ان مش ممكن هو المسيح هيبني الكنيسة بتاعته على بني آدم. الناس بتقول، بطرس الكاثوليك بيقولوا كده، المسيح ما يبنيش كنيسته على بني آدم، هي الإيمان. فهو سيدنا الأنبا يؤنس يقول إن الصخرة ديت هي المسيح بذاته، هي اللغة بتخنة، اللغة هنا بتتوه البني آدم. لكن هو شرحها أكتر من مرة، بيقول ليه؟ لأن المسيح ما بيبنيش كنيسته ولا على إيمان بني آدم ولا على شخصية بني آدم،
ولا حتى على الكنيسة من غيره. هذه الصخرة هي شخص المسيح نفسه للمجد. ثاني حاجة، المسيح قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، إن أكل أحد هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. الإنسان بيعيش في العالم بالعيش، بأكل العيش، سواء كان غني أو فقير، كل واحد بيقدر قيمة إن هو يأكل لقمة العيش. لكن في فرق هنا رهيب بين الاثنين. خبز الحياة بيقوت الإنسان أو الجسد طالما هو على الأرض. طب أمال إيه الخبز اللي بيديه المسيح؟ هل هو أكل؟ مينفعش، لأن كمية ما تكفيش لو اعتبرنا أكل. لكن بيعطي زي ما المسيح قال حياة. المسيح لما بيقدم نفسه في سر التناول بيعطي حياة، يعني هو الصخرة اللي اتبنت عليها الكنيسة، وهو الحياة لكل إنسان بيؤمن به، مصدر حياة البني آدم. يعني لو الإنسان زي ما بنشوف واحد لما بيروح الامرجنسي روم والدكتور يشوف، أول حاجة بيقول إيه؟ يشوف إن ده فيه علامات حياة ولا ما فيهوش، فبيقيس نبض يشوف إذا كان القلب بيشتغل وبيتنفس ولا ما بيتنفس. لو الاثنين دول هم موجودين يقدر يصلح الباقي، يديله حقنة يصحيه، يحطه وبعد كده يجبسه وهكذا، يقدر يحافظ عليه. فسر الحياة بتاعة المسيحي هو الصخرة، إيمانه بالصخرة. تاني حاجة بأنه بياخد جسد المسيح ودمه. خبز الأرض من القمح، وخبز الحياة بتعمل برضه من القمح. لكن الفرق، عشان أصور لكم حاجة، إحنا في ساعات بيحصل عندنا شيء من عدم الفهم أو اللخبطة. ربنا لما قال للآدم ما تاكلش من الشجرة دي هيت، وآدم كل من الشجر أكل، حصل له إيه؟ عينيه اتفتحت وبقى عنده معرفة خير وشر. فدي تعامل ربنا مع الناس، بيتعامل مع الأمور اللي أنا أفهمها، اللي الإنسان بيفهمها. بيكلمني على الأكل، لكن الأكل مش أنا أخده بالطريقة اللي أنا بفهمها كجسد. بزي ما هو آدم أكل فاكهة وطيفر الززم بيقوله تفاحة أو حاجة من الشجرة، اتفتحت عينيه. طب شوفوا لي في التاريخ ده كله، النهاردة أكل موجود، حد ياخده؟ يعني أنا أقدر أكل حاجة تعمل لي حاجة في فكري وفي روحي وتغير حياتي للأحسن أو للأوحش؟ مش موجودة. فده يورينا بإزاي إن في سر ربنا بياخد خبز وخمر عشان خاطر أنا أفهمهم، وعشان خاطر هو يتربط معايا أو أنا أتربط معاه فيه. أصبح كصورته كشبهه وكمثاله. كان في واحد كاهن كاثوليكي كتب تأمل لذيذ جدا، بيقول إن اللي انتوا بتشوفوه وقت القداس والكاهن حامل الجسد والدم، بيقول هو بيكلم الكهنة، بيقول له إن ربنا بيستلف إيديك، أنت مش أنت اللي واقف، ربنا بيستلف إيدك عشان تشيل هذا الجسد، وربنا بيستلف بقك عشان تتكلم، وبعدين لما بتروح للناس ربنا بيستلف جسدك عشان خاطر تروح تقدمني للناس دول همت. والمسيح قال إن كل واحد بياكل جسدي ولو مات هيعمل ايه؟ سأقيمه.
ويورينا سلطان المسيح. ما احنا بنحاول نشوف مين هو المسيح زي ما هو بيقول. المسيح كان بيكلم برضو في تأملات إنسان تاني بيكلم خروف الفصح، قاعد يقول له أشكرك لأنك قمت بهذه المهمة نيابة عني طول هذا الزمان لغاية دلوقتي. لكن بيقارن بيقول له دمي هيتصفى قطرة قطرة، أما أنت بتصبح بسكين حاد لثواني قليلة، عذابك قليل، لكن شوف عذابنا هيبقى شكله إيه على الصليب، دمي هيتنقط على الصليب نقطة نقطة. بيقولوا يا خروف الفصح إن كل من يساق للصلب مثلي يتمنى أن تؤخذ روحه قبل دق المسامير في جسده، إنما أنا سأحتمل الصلب من أجل أحبائي. وفي الآخر بيقولوا النيران اللي أنت بتجوز فيها لما بيشويك أنا بجوز، أنت بتجوز فيها وأنت ميت، إنما أنا هجوز فيها وأنا حي. أنا هأرجع طبعاً هنفوت جزء لأن الوقت مش هيسمح. للنهاردة بالنسبة للمسيح كان في قصتين، واحدة خيانة وواحدة حب. قصة الخيانة كانت من مين؟ مين أعظم خائن في تاريخ البشرية كلها؟ أنا آسف مش يهوذا. مين أول واحد خان ربنا؟ لوسيفر. لوسيفر هو اللي خان ربنا، وهو اللي وقع يهوذا في نفس هذه الخيانة. فالشيطان في أسبوع الألام وفي يوم الجمعة الكبيرة كان عامل حفلة. احنا دايما نتكلم نقول تعالوا نبص حوالين الصليب ونشوف رؤساء الكهنة ونشوف السيدات اللي راحوا ونشوف العذراء، وبننسى حاجة مهمة جدا مش واضحة لينا ما بنشوفهاش بعينينا، لكن الشيطان كان بيرقص، كان عامل حفلة عند الصليب وبيرقص، عمال يلم الجيوش بتاعته كلها، تعالوا تعالوا نشوفوا اللي أنا عملته إيه والحلم بتاعي اتحقق. والحلم بتاعه كان إن هو هيقبض على روح المسيح. التلاميذ ما كانوا شايفين دوا، وبعدين قاعد يقول له انت انتصرت في التجربة، انا جاي عشان انتقم منك، لكن لقيتك من غير خطية ما اقدرش امسكك، مش هقدر امسك روحك، شفتك بتنتهر الريح بتسكت الطبيعة اللي هي قوية جدا، فانا مرعوب منك. الشيطان فرح لما رأى المسيح يغسل أرجل التلاميذ وقال له كويس، أنا بعتك، خليت يهوذا يبيعك بثمن عبد وانت عبد، أنا شايفك عبد بتغسل رجلين التلاميذ. فده يوري مشاعر الغلاسة بتاعت الشيطان والجرأة لكنها حقيقية. يقول أنا في انتظارك لغاية ما يسفك دمك. يقول انت تجرأت بطردنا من البشر ودخلتنا في الخنازير. الشيطان مش بس فرح بابتلاع يهوذا، هو كان عاوز ياخدهم كلهم، لانه بعد كده عمل ايه تاني؟ مين اللي ورا يهوذا وقع؟ بطرس. فده كان هدف. احنا عشان كده بنشوف ان عدو المسيح وعدو انا وعدو كل واحد فينا هو مين؟ هو شيطان. عشان كده لازم نفتح عينينا. أنا هختم بقصة حب. في واحدة اسمها فوتيني، سمعتوا عليها؟ ما حد سمع عليها؟ فوتيني PHOTINI فوتيني. أفندم واحد يقول لي إن في كان في أمريكان عند المسيح
ما كانوش يعرفوها كلهم، ما فيش حد ما يعرفهاش. وده مش اسمها كمان يا ابونا، ده مش اسمها. دي المرأة السامرية، دي المرأة السامرية لما عمدوها الرسل سموها فوتيني. وفوتيني دي فوتو، انت عارفين يعني ضوء. فوتيني يعني ايه؟ المستنيرة بالعربي، لأن دايما كانوا بيقولوا سر المعمودية هو سر الاستنارة. فكان أي واحدة بيسموها بيعمدوها ما بيغيروش اسمها، وإحنا ما نعرفش اسمها الحقيقي، لكن التاريخ بيكتب اسمها فوتيني. الست دي كان عندها 5 اخوات بنات، 5، وعندها ولدين أولادها. عشان نمشي بسرعة، طبعاً أنتوا عارفين أنها توبت 5 وعملتهم مسيحيين، وتوبت 2 ولادها وعملتهم مسيحيين. مش بس كده، هي زي ما خرجت بعد ما سابت الجرة وراحت في السامرة تبشر، أخذت عهد على نفسها أنها هي والخمسة والاثنين هيبشروا العالم باسم المسيح أينما يحل. فسافرت، راحت قرطاجنة. ابنها طبعا سافرت لأن ابنها كان في الجيش، كان في الجيش الروماني، كان ممتاز لدرجة أن نيرون رقاه وودى رئيس فرقة في روما. لكن فطبعا هي راحت معاه لأن ملهاش مصدر معيشة، ابنها هو اللي بياخد بالها منها ومن العيلة كلها، وبعدين بقى ضابط كبير في الجيش. فابتدت تبشر في روما. تقدروا طبعا تتخيلوا نيرون هيعمل ايه. نده لهم واصبحوا من المجموعه اللي بيسموا نفسهم المعترفين. عزبات، يعني لما الواحد بيقرا عزبات ربنا اللي يعلم بيها، لغايه لما في الاخر خد ولادها الاثنين قطع رجليهم ورماهم للكلاب ياكلوهم صحيين. الخمسه اخواتها حطهم في سجن، وهي معاهم، وحط بنته، بنت نيرون، هي المسؤولة عن هذا السجن. فكركم إيه اللي حصل؟ بنت نيرون أهمت. أمور من يعني ما تدخلش العقل، لكنها ربنا له القدرة. بنت نيرون والخدامة بتاعتها أمنت بالمسيح. الحاجات دي إحنا ما نسمعش عنها كتير لأنها مش في الشرق، يعني مش في الكنيسة الشرقية. لكن هي انتهت كمان حياتها ان هو نده لها مخصوص، قال لها انت السبب في ده كله، انت اللي عملت كل المشاكل دي، هي هتنكري ايمانك ولا لا؟ فقالت له انت روح اعبد الحجاره بتاعتك، وهزقته، يعني قعدت تقول له ايه الغلط اللي هو بيعمله وبتعذب المسيحيين، انما انا ماليش غير سيدي هو المسيح. فخدها رماها في بير لغايه اما ماتت. ولربنا المجد دائما ابديا امين. اشكركم على وقتكم.